يقول السائل: إن والدي قد اختلط ماله بمال الربا، فهل يحل لي أن آكل وأشرب في بيته؟ وإذا لم يحل فهل غضبه علي لذلك فيه إثم علي؟ وجزاكم الله خيرا. يجوز الأكل من طعام الشخص الذي عنده مال حلال ومال حرام مختلط، لا بأس أن يؤكل من طعامه، لأنه لا يعلم أنه من الحرام، لا يعلم أن هذا الطعام من الحرام، ما دام لم يعلم فإنه يؤكل منه، الأصل الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا ويتعاملون بالحرام، لأنه ليس كل أموالهم، ليس كل أموالهم من الحرام، عندهم شيء أموال من الحلال، الرسول أكل منها عليه الصلاة والسلام ولم يسأل. أما إذا كان مال الإنسان كله من الحرام، كله من الحرام، فلا يجوز الأكل من طعامه. نعم.